اليوم النظام العسكري الجزائري كيستفيق او كيفيق على الضربه ديال 38 دوله، 38 دوله واللي كتجدد الدعم ديالها للصحراء المغربيه. كذلك غادي نشوفوا الخائنه، وكاين اللي غادي يقول علاش كتقولي عليها الخائنه اللي هي دنيا نوار. فاحنا ما عندناش ازدواجيه المعايير، عندنا يا اما وطني ولا خائن، فما كاينش يكون نص نص، ما عندناش هذاك نص نص. فهنا غادي ندير واحد اللايف وغادي يخرج واحد المغربي واللي غادي يعطيها القاسح وغادي يربيها مزيان. غادي واحد اللايف وبقى تطلع الكراغله هي فهاد المباشر في التيك توك بدات كتقمع في المغاربه، لكن غادي يطلع واحد المغربي حر، مغربي بطلاقه اللسان والادب ديالو، لكن ملي لقاها كتزقل وهو يعطيها علاش كتقلب. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. دائما معكم اختكم لبنى من قناتكم المتواضعه لبنى نيوز، واللي دائما كنتمنى انكم تدعمونا باللايك ديالكم، تبارطاجيو هذه القناه وكتابه التعليق، اي حاجه بسيطه بحال وريضه بحال قليب، الرايه المغربيه، الكلمه ديال الله، الوطن، الملك، الكلمه ديال استمري واصلي، فهاد الكلمات البسيطه ممكن تكون سبب في دعم المحتوى. فعلى بركه الله نبداو موضوعنا لليوم، وغادي نبداو بدنيا نوار. فهذه كما قلت لكم خائنه، وقلت لكم علاش كنقولوا عليها خائنه، بسبب انها في واحد المنبر حر وقالت ما نقولش الصحراء المغربيه، قالت لانها او القضيه ديال الصحراء المغربيه راه مازال في الامم المتحده، وبالتالي ما غاديش نقول الصحراء المغربيه. فانت ولا انت كمغاربه واش تقدر تقول بلي الصحراء ماشي مغربيه؟ ابدا ما نقولوش حنا الصحراء ماشي مغربيه، لاننا كنعرفوا بلي الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائي والصحراء مغربيه، الا او الى ان يرث الله الارض ومن عليها، الا الخونه والكرغوليين. هاد الاخيره مشات للتيك توك، اليوم بقى عندها ما يدار من غير المباشرات في التيك توك، وكتبقى تطلع في الكراغله وكيطلعوها على المغاربه، وكتقمن قالت لك حتى المغاربه، يعني حيت كيطلعوا في المداخلات ديالهم ما كتعطيهمش الكلمه. لكن غادي يطلع عندها واحد المغربي حر وبطبيعه الحال تكلم بطلاقه اللسان والادب ديالو، ولكن عطاها علاش كتقلب. فنخليكم تسمعوا شنو قال ليها ونتلاقاو من بعد. من يحاول استعمال ازدواجيه المواقف في الوحده الترابيه، فهذا في نظري نحن كمغاربه والتوجيهات اللي عطى صاحب الجلاله، فهذا ليس مغربي. لذلك خويا هادي راه كتخدم الاجندات ديال الكبرانات، ولا يشرفنا ولا يشرفنا ولا يشرفنا ولا يشرفنا ان تكون بيننا الاخ مراد. لذلك هاد السيده هادي انت اللي غتهبطي دابا لتحت تاكلي الشعير لتحت، انت اللي غتهبطي تاكلي الشعير لتحت لانك بغيتي تصحى مري العقول ديال المغاربه. انا لا هبطيت في الشعير، هبط عليا الميكروب اولا، لذلك لان هي الاولى اللي ضربت فيك وضربت في جميع المغاربه، وديك الصلاحيه ديال الصحفيه. حنا رحنا الان رحنا في التيك توك، حنا رحنا في واحد السوق، لذلك تكشفتي على الحقيقه ديالك. وداك المغربيه اللي كتحملي داك الجنسيه وتقولي انك مغربيه، انا لا يشرفني سكيني بنت بلادي مغربيه وتقسمي الوحده الترابيه ديال بلادنا، كتقولي وطنيه والوطن اللي حماكي وحما الجدود ديالك الاصل ديالك جايه خدامه كتضربي فيه. واش جدودك كانوا كيتبناو هذا الطرح؟ واش جدودك ما ضحاوش على هذه البلاد ايام الاستعمار وما قبل الاستعمار؟ حتى تجي وحده كبرت في فرنسا وتربت فرنسا وخدمت اجنده فرنسيه وتجي تفرضي علينا هنايا على انك مغربيه، وعلى ان حريه التعبير مكفوله في الدستور المغربي، وعلى انك تقولي الصحراء غربيه من يعني بدستور بنص دستوري. النص الدستوري كيقول لك الصحراء مغربيه، وحريه التعبير لا تتطاول على معتقدنا الديني ولا على الوحدة الترابية ولا على صاحب الجلالة الملك محمد السادس. بقاو لنا غتافين من الناس اخويا مراد، نبقاو نطلعوهم هنا. فهذه القمعة الاولى اللي تقمعت فيها هذه الخائنة، دابا نمشيو للقمعة واللي تقمعات او اللي تقمع فيها النظام العسكري الجزائري من طرف 38 دولة. 38 دولة كتصفع الجزائر، فمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف كيدير واحد الاجتماع او كيجتمع في الدورة 57. الجزائر بغات تطرح الملف ديال الصحراء المغربية بطريقة او باخرى، لكن ما قدرتش لان ما عندها حتى شي علاقة بالموضوع ديال الاجتماع. فالجزائر فكرات قالت تنظم واحد النشاط على هامش هذا الاجتماع ديال مجلس حقوق الانسان، لكن غير الجزائر هي اللي غادي تنظمه، يعني الجزائر هي اللي تنظم هذا النشاط، لكن باغية تعطيه واحد الصورة بلي مجلس حقوق الانسان هو اللي نظمه وعرض على البوليزاريو.
طبيعه الحال حنا كنعرفوا علاش كيبغيو يعرضوا على البوليزاريو، غير باش ياخذوا واحد السيلفي على اساس انهم كيتعرضوا ويوريوه للمبرعين، وان مجلس حقوق الانسان كيعترف في شي حاجه سميتها مرتزقات البوليزاريو. فهاد النشاط وبطبيعه الحال خسرت فيه الجزائر فلوس او اموال بصبع، وجمعوا فيه مجموعه من المرتزقه. فهاد النشاط بداو كيقارنوا ما بين الجمهوريه او الجمهوريه المنتخبه ديال الوهم والقضيه الفلسطينيه، وهذا الشيء حنا مولفينو منهم، وهذا الشيء كيبين بلي الجزائر دوله هشه ودائما كيستعملوا اساليب الشفاره. لكن مع من راه المغاربه هادو كيف ما داروا في القمه ديال الصين، ها هما المغاربه كذلك وقفوهم عند حدهم. و 38 دوله خرجت في بيان، هاد 38 دوله واللي كانت في هذا الاجتماع ديال الدوره 57 خرجوا في واحد البيان كيقولوا فيه باللي كاملين كيدعموا سياده المغرب على صحرائه. وهذا البيان راه عنده علاقه بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، واكدوا على ضروره تجنب استغلال الجزائر لمجلس الامن في النقاشات السياسيه ديالها. وايضا في هذا البيان رحبوا على افتتاح قنصليات في كل من الداخله والعيون لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وقالوا باللي المشكل ديال مغربيه الصحراء هو يتعالج من قبل مجلس الامن الدولي. وهذه رساله كيصيفطوها للبصبع وكيصيفطوها للنظام العسكري الجزائري كيقولوا لهم اش دخلكم في هذا الشيء كامل. كما اضافوا في هذا البيان، يعني هاد 38 دوله اضافوا وقالوا باللي مجلس الامن الدولي كيدعم وكيعترف بمبادره الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. فبطبيعه الحال هذه اهانه كبيره. فالنظام العسكري الجزائري كان باغي يستغل هذا الاجتماع وكيستغلوا كالعاده القضيه الفلسطينيه، ولكن اليوم تقلبت عليهم. فمن بين الدول، يعني غادي نقول لكم غير بعض الدول واللي شاركت في هذا البيان، يعني من 38 دوله واللي خرجوا بهذا البيان، بيناتهم المملكه العربيه السعوديه، كاين البحرين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهوريه افريقيا الوسطى، جزر القمر، الكوت ديفوار، جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، جيبوتي، غينيا الاستوائيه، الكويت، عمان او سلطنه عمان، قطر، السنغال، سيراليون، الامارات العربيه المتحده. فهادو بعض الدول من لائحه ديال 38 دوله واللي جددوا الدعم ديالهم بمغربيه الصحراء ودعموا الوحده الترابيه للمملكه المغربيه الشريفه. وكانت ضربه واهانه كبيره للبصبع المبردع والنظام العسكري الجزائري اللي دائما كيبغيو يستغلوا اي منبر واي منتدى او قمه باش يخلطوا ما بين القضيه الفلسطينيه والقضيه الوهميه ديالهم. اذا اخواني اخواتي وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، تحياتي لكم كبيره، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.